أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دار الخبر. جدا سعيد بلقائكم. السرقات اللي كيقوموا بها العصابات حول العالم بالآلاف. العصابة دائما كتسرق يا إما باش تنتقم أو باش هكا الأعضاء ديالها يتمتعوا بالفلوس والطموبيلات والديور. لكن العصابة اللي غنهضروا عليها اليوم 17 عام وهي كتسرق باحترافية باش هكا تصيفط الفلوس لجهة أجنبية. اهلا بكم. العصابه اللي كنهضروا عليها اليوم 17 عام وهي كتسرق من الدنمارك وكتصيفط الفلوس لجبهه التحرير الفلسطينيه. قبل ما ندخل في التفاصيل كنطلب منكم ديروا الاعجاب، واللي جديد على القناه الا تعرف علينا شارك في القناه وتابعونا في الحساب ديالنا في الفيس وانستغرام. العصابه اللي غنهضروا عليها اليوم عصابه فريده من نوعها، عصابه 17 عام وهي كتسرق ماشي باش تتمتع هي وماشي باش يتمتعوا الاعضاء ديالها، لكن باش هكا تصيفط الفلوس او تشري سلاح وتصيفطو لجبهه التحرير الفلسطينيه. هاد العصابه هادي الاعضاء ديالها كانوا تقريبا 12، كانت عندهم قناعه بان الشعوب اللي تحت الاحتلال عندها حق في التحرر وعندها حق حتى هي تمتع وتكون دوله مستقله. كانوا كيامنوا باستقلال الشعوب وكانوا كيامنوا بمساعده دول العالم الثالث. هاد العصابه هادي كانت كتخدم باحترافيه 17 عام، عمر البوليس ما شدها. كانوا كيدخلوا الابناك، يمشيو للمحلات التجاريه، للسوبر مارشي، اي بلاصه فيها لاكيس ولا فيها خزينه ديال الفلوس ولا ان كوفر فور كانت هذيك هي الهدف ديالهم. كانوا كيدخلوا باحترافيه، مثلا كانوا يدخلوا لواحد البنكه مشهوره وسرقوا منها الفلوس. 3 شهور هما كيراقبوها، 3 شهور، وكانوا جايبين واحد الاستافيط كيوقفوها قريب ليها وكيراقبوها وكيتناوبوا في المراقبه. كانوا كيراقبوا البوليس، يراقبوا النظام ديال الحراسه ديالها كي داير، جمعوا عليها المعلومات 3 شهور وما كيجمعوا عليها المعلومات، ومنين دخلوا تقريبا نفذوا العمليه ديالهم في شي 65 ثانيه. وكانوا كيستعملوا الوحشيه. علاش الوحشيه؟ باش هكا حتى واحد ما يفكر يخاوهم. هاد البنكه اللي كانوا دخلوا ليها ضربوا واحد الموظف واحد الزربطه هرسوا ليه الراس ديالو، لكن في نفس الوقت في جميع العمليات كانوا عندهم واحد القاعده اننا ما خصنا نقتلوا حتى شي واحد. ونهار اللي كانوا ضربوا في هذاك خينا هرسوا ليه الراس ديالو بدلوا داك النوع ديال الزراوط، جابوا واحد الزروطه ديال الكاوتشو صحيحه كتقصح لكن ما كتهرش العظام. فهادو عصابه ديال المجرمين عندهم مبادئ. هاد البنكه اللي بغيت نعطي فيها مثال، مشاو هما راسهم حلوا دوك لي كاس ديال الفلوس، جبدوا منهم الفلوس وخرجوا بسرعه كما دخلوا بسرعه. واحد الحاجه مهمه، علاش هما براسهم كيحلوا لي كاس؟ كانت هذه هي وحده من القواعد الاساسيه ديالهم، انهم عمرهم ما يطلبوا من شي موظف اجي معنا لهنا ودير هذه لينا. لا، هما كانوا اي حاجه كيديروها كيديروها بيديهم، ما كيطلبوا من حتى شي واحد يمشي للخزنه يمشي يحلها ويجيب لهم الفلوس، كلشي كيديروا بيديهم. 17 عام هما كيسرقوا و17 عام هما كيصيفطوا لجبهه التحرير الفلسطينيه بلا ما شداتهم البوليس. علاش ما شداتهم البوليس؟ لان كانت عندهم بزاف ديال المبادئ. مثلا كانوا ما كيخبروش افراد العائله ديالهم شنو كيديروا، حتى واحد ما كيقول للعائله ديالو انه هو راه عضو في واحد العصابه. كانوا عمرهم ما كيهضروا على العمليات ديالهم في التليفون. كانوا شادين واحد لابارتومون كانت هي المقر ديالهم، دايرين هاد ديبو ديال الاسلحه. دوك الفلوس اللي كيشريو بها اسلحه وكيصيفطوها لفلسطين كانوا كيجمعوها قبل ما كانوا كيصيفطوها بالطريقه ديالهم. كانوا دائما كيتاكدوا سواء خارج من دار مرتو ولا دار اختو ولا اي دار وراجع لديك لابارتمون المقر ديالهم، كانوا دائما كيتاكدوا بانه راه ما تابعو حتى شي واحد سواء كان في الطوموبيله او كان على رجليه. ملي كانوا كيدخلوا ينفذوا العمليات ديالهم في الابناك ولا اي بلاصه، كانوا دائما كيتاكدوا على انه ما هز معاه حتى شي ورقه اللي كتثبت سميتو او العنوان ديالو. ملي كانوا كيكريو اي حاجه، يكري طوموبيله ولا يكري دار ولا هاد لابارتمون اللي كانوا ساكنين فيها، ما كريناش بسميتهم، كرينها بلا كارت ناسيونال مسروقه. فكانوا كيستعملوا اما دي كارت ناسيونال مسروقه او هما كيزوروها، لكن ملي كتكون مسروقه ما كانوش كيمشيو مثلا ينتحلوا الشخصيه ديال هذاك خينا ويمشيو للبنكه ديالو ولا يسرقوا ليه فلوسه. كانوا كيستعملوها في مجالات معينه باش هكا ما يفيقوش مور ديك الكارطه وينوض يقول لك راه مشات لي فلوسي وصدق غادي عند البوليس. فما كانوش كيديروا بها شي حاجه اللي غتفيق عليهم هذاك الملك ديالها. هاد العصابه هادي تشهرات بواحد السميه اللي تلقى عليها الاعلام. اخواني اخواتي، العصابه اللي كنهضروا عليها اليوم سميتها
عصابة شارع بليكينغ. بليكينغ هي اللي فيها هاد لابارتمون اللي كنهضروا عليها في كوبنهاغ العاصمة. هتكتشفوا في الأحداث اللي جاية علاش الإعلام سمع عليهم عصابة بليكينغ. وحاجة مهمة، 17 عام هما العمليات كينفذوها بطوموبيلات مسروقة، كيسرقوا هذاك النهار اللي غيديروا العملية كيسرقوا الطوموبيلة وكيمشيو ينفذوها بها ومن بعد كيلوحوها. هذيك الطوموبيلة ديك الالواح ديال الارقام ديال الماتريكول حتى هو مسروق، عندهم مجموعه ديال لي ماتريكول مسروق، فكيسرقوا الطوموبيله كيحيدوا لها الماتريكول ويديروا لها ماتريكول جديد باش حتى لا تعطى السينيال للبوليس. الطوموبيله كيشوف الطوموبيله كيشوف الماتريكول، لكن ما كيقول لا ربما راه ماشي هي، غير تشابه غير في اللون وفي النوع ديال الطوموبيله. امتى غيبداو الاخطاء؟ غيبداو الاخطاء مع 1986. في 1986 واحد من الاعضاء سميتو جورجنسن شدوه البوليس وهو كيحاول يسرق واحد الطوموبيله، كيحاول يدخل ليها، شدوه داو الكوميساريا. البوليس شكوا فيه، قالوا هاد خينا هذا ومعوضو من ديك العصابه اللي كتسرق. علاش؟ لانهم دائما كيستعملوا الطوموبيلات مسروقه. البوليس داروا راسو ما عاقوش به وما لمحوش ليه بانهم كيشتبهوا فيه انه عضو ديال العصابه. شدوه حطوه مخالفه بسيطه وصيفطوه لدارهم، لكن بقاو كيراقبوه بداو كيجمعوا المعلومات، كيشوفوه بنا واحد المجموعة، لكن عمرهم ما شدوهم تيسرقوا ولا وسط شي مكان كيسرقوا، عمرهم ابدا. بقات السرقات مور شدو جورجنسن، دخلوا لواحد البنكة، دخلوا لواحد السوبر مارشي، حتى جا نوفمبر 1988 غاديين يسرقوا واحد الكاميو ديال البوسطة. راجع جايب الفلوس للبوسطة وفيه 9,300,000 كرونة، يعني بالدولار 1,400,000 دولار. سرقوه حيدوا ليه الفلوس ديالو، لكن دار واحد الغلط ثاني. الغلط ثاني كانت عندهم القاعده انهم عمرهم ما يقتلوا شي واحد، صدق تقتل واحد البوليسي بالخطا، هربوا. من بعد افريل ديال السنه الجايه 1989 البوليس غادي يشد 4 ديال الاعضاء ديال العصابه، لان تقتل بوليسي في نوفمبر 88، فالبوليس زادوا من الخدمه ديالهم، ضاعفوا الجهود ديالهم، اتصلوا بالمخابرات الدنماركيه حتى هي تساعدهم، رغم ان في قبل كانوا كيقلبوا على العصابه لكن عمرهم ما اتصلوا بالمخابرات الدنماركيه. شدوا 4 منهم، وقبل ما يشدوهم البوليس كانوا جمعوا المعلومات على الاسلوب ديال العصابه. غير كتسرق اي بلاصه كيقولوا ها هي هذه نفس العصابه، حيت نفس الاسلوب، كيدخلوا ويخرجوا بسرعه، يتنفذوا الطوموبيله مسروقه، يتعاملوا بوحشيه، لابسين الماسكات، اللي ما لابسش شي الماسك تيدير البيروك وكيدير الماكياج ديال الممثلين باش يغيروا الملامح ديالهم، لان البوليس كان عمرهم ما عندهم الاوصاف ديال افراد العصابه. ففيما كانت تضرب شي بلاصه طول هاد السنين هادي، البوليس فيما بعد عرفوا الاسلوب ديالهم وعرفوا بان هاد العصابه الفلانيه هي اللي كدير هادشي. فملي شدوا هاد 4 هادو مشاو للديور ديالهم، ما لقاو حتى شي دليل ضدهم، مشاو لمقرات العمل ديالهم ما لقاو حتى شي دليل ضدهم، الا انهم لقاو كل واحد فيهم عنده واحد الساروت. قالوا لهم هاد الساروت هذا ديالاش؟ كلهم تيقولوا لنا حنا ما عرفناش، الله اعلم. فعرفوا بان هذاك الساروت ديال المقر ديالهم اللي فيه الادله، لكن فين هو المقر؟ حتى غيجي الخطا الثاني في الشهر الجاي ماي 89، واحد عضو من الاعضاء سميتو نيلسون واللي كان مخلوع لان صحابو تشدو بربعه بيوم، وكيقول راه انا هو الجاي اللي غادي يشدوني، كنتسنى النوبه ديالي، كان مخلوع. وكان مره كيمشي لديك لابارتمون اللي كاينه في بليكينغ، وكان كل مره كيحاول يدمر الادله، يخرج لي ماسك، يخرج دوك اليونيفورم، يديهم للغابه يحرقهم، وكان احيانا كيلوحهم في الزبل. ولكن النهار ديال 2 ماي 1989 نيلسون غيدير واحد القصيده خايبه بالطوموبيل، غيدخل في واحد البوطو ديال الضوء، اي تخسر ليه وجهه نهائيا، تشوه ليه نهائيا، بما فيه العينين مشاو ليه عينيه بجوج، ما بقاش كيشوف. جاوا البوليس داوه السبيطار، وهما كانوا كيعرفوه وكانوا كيقلبوا عليه، هما يقلبوا الطوموبيله ديالو. ملي يقلبوا الطوموبيله ديالو لقاو واحد الورقه ديال التليفون وفيها عنوان في شارع بليكينغ، هما يقولوا هذا هو المقر. ملي مشاو البوليس لهذاك العنوان اللي كاين في الورقه ما فرعوش الباب، استعملوا دوك السوارت اللي كانوا شدوهم، استعملوا واحد فيهم، تحلت الباب، والا غادي يتعجبوا البوليس وغيعتبروا راسهم في انهم مغارة علي بابا ديال الأسلحة. هاد لابارتومو هادي لقاو جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، الفرادة، المرشاشات، داكشي اللي كيتفرقع، أجهزة اللاسلكي، أجهزة المراقبة، الرادارات الصغيرة، اللي بغيتي كاين تما. هادوك الأسلحة كانوا كيشريوها بالفلوس اللي كيسرقوه، وأسلحة كانت كتسنى
باش يشحنوها لجبهة التحرير. البوليس عيطوا الإعلام، جاو التلفازات الراديوات الجرائد، دخلوا لابارتمون كل شيء تخلع، كل شيء تفاجئ. ما كانوش كيتسناو كم هائل ديال الأسلحة في أبارتمون بسيطة في شارع بسيط. هناك الإعلام غادي يعطيهم هاد السمية ليكينغاد باند، وحد الآن هاد العصابة هادي مشهورة. المحاكمات بدات ما بين سبتمبر 1990 وماي 1991. ما دوزوش بزاف ديال الحبس، كاين اللي دوز 6 سنين، كاين اللي دوز 8 سنين. علاش؟ اولا بسبب تقادم ديال الجرائم، المحكمه ما حكمتهمش باي جريمه داروها قبل من 1980، يعني الجرائم اللي داروها بين 72 و 80 ما تحكموش عليهم بسبب التقادم. حاجه اخرى، بزاف ديال العمليات والجرائم ما حكموهمش بها لانهم ما عندهمش ادله عليها، ما عندهمش ادله انهم هما اللي داروها. البوليسي اللي تقتل ما تحكموش عليه. القتل ديال البوليسي حد الان ملف مفتوح في الدنمارك، لان ما عرفوش اولا شكون اللي طلق عليه القرطاسه، والمحكمه ما قداش تثبت عليهم النيه ديال القتل، لان الدفاع ديالهم اصلا قال لهم راه طلقوا القرطاسه غير باش يخلعوا البوليسي. وعلاش جات فيه؟ لانه هو كان في مكان مرتفع، كان الفوق وهما لتحت، فهما ضربوها في السماء هكا غير باش هكا يخلعوه، وصدقات جات فيه. لكن لا البوليس ولا المحكمه ولا النيابه العامه قدرت تثبت اولا شكون اللي طلق القرطاسه، او تثبت نيه ديال الفعل مع سبق الاصرار والترصد ونيه القتل، عمرها ما تبتت عليهم. فالكثير منهم خرج بحسن السلوك في 95، وكاين اللي كمل المده ديالو في 97. هذه هي الاسباب علاش ما كانش لا مؤبد ولا مدد طويله ولا يحكمهم بالقتل ولا القتل العمد ابدا، ما كانش الادله، لذلك ما خداوش مدد طويله جدا. ختاما، الاعلام اللي كان تيهضر على العصابه كان تيسميها عصابه شارع بليكينغ، لكن هما ملي كيهضروا على راسهم تيقول لك حنا توار، حنا ناس كندعموا دول العالم الثالث، كناخذوا من الاغنياء وكنعطيو للفقراء، تنامنوا بحق الشعوب في التحرر. لكن المشكله الجريمه كتبقى جريمه. كانوا كيقولوا حنا كنسرقوا اموال الدوله، البنكه ما كدارش فيها غير اموال الدوله، كدار فيها اموال الدوله، اموال الشركات، واموال الشعب، اموال الموظفين اللي كياخذوا المعاشات ديالهم، اللي كياخذوا الرواتب ديالهم. جريمه لا تفيد. ممكن يكون عندك الهدف نبيل، لكن ما يمكنش دعم ناس اخرين باموال مسروقه. اموال صحيح الهدف ديالهم نبيل، صحيح كيامنوا بحق الشعوب في التحرر، تيامنوا بتحرير فلسطين، لكن ما يمكنش تنفذ اهداف نبيله بوسائل اجراميه، بوسائل غير اخلاقيه، بوسائل حرام من المنظور الديني. فالجريمه كتبقى جريمه. اخر عمليه داروها ديال البوسطه قتلوا بوليسي، قبل منها هرسوا لواحد خينا الجمجمه ديالو. من قبل قلت انهم كانوا كيتصرفوا بوحشيه، كانوا كيضربوا الناس، كانوا كيعنفوا الناس. لكن ما يمكنش تسرق وتعطي لواحد اخر، اعطي من فلوسك، اعطي من الاموال ديالك، لكن تحيدها للناس وتعطيها لناس اخرين لاسباب نبيله وعندك مبادئ وكتامن بحق الدول تحت الاحتلال في التحرر، صحيح، لكن تقوم بجريمه وتنفذ بها اهداف نبيله، هادو حباني لا يجتمعان، ما يمكنش ندمجوا بين هاد الجوج هادي. شنو كتظنوا نتوما؟ واش ممكن تسامحوا لهم؟ لا لشيء الا لان الهدف ديالهم نبيل. واش الغايه تبرر الوسيله؟ طالما ان الغايه ديالي نبيله وانني باغي نساعد الفقير وكان امن بحق الشعوب في التحرك، واش ممكن ندير اي حاجه طالما ان الهدف ديالي نبيل؟ كطلب منكم تشاركونا الاراء ديالكم في التعليق. واش كتظنوا ان طالما الهدف ديالي نبيل ممكن نفذو باي وسيله بما فيها الاجرام والسرقه؟ كنشكركم على المتابعه، كان معكم عبد اللطيف، الى الحلقه القادمه من حلقات قناه دار الخبر.